اسعد الله مساكم كل خير مشاهدينا ومتابعينا، نرحب فيكم معنا وين ما تكونون في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الشباب المنوع شباب جول وفعل. هذا البرنامج اللي يعرض لكم من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت قناه سبورت الرياضيه يوميا من الاحد ليل الاربعاء من السبع للثمان. ومساك الله بالخير يا هبه. مساء النور بدر، وطبعا مساء الخير لجميع متابعينا اليوم في برنامج شباب جول وفعل. نحب نذكركم بوسائل التواصل مع البرنامج من خلال الايميل shabab@hotmail.com. وطبعا مثل ما احنا متعودين عندنا موضوع نتطرق له في بداية حلقتنا لهذا اليوم، موضوعنا بيكون عن السفر. طبعا منو ما يحب السفر؟ أكيد السفر يعني يسمونه سعادة، لأنه يجلب السعادة حق كل شخص، وحتى لدرجة أنه يعني الحين بالوقت اللي احنا فيه فصل الصيف الإجازة حتى المدارس والأمور هذه فيكثر فيها السفر. نشوف أشخاص وايد يقوم بالحجز والسفر، ولكن في بعض الأمور اللي أكيد مرت عليك او واجهتيها وضايقتك في الطياره نقول. صح اكيد. طبعا نقدر نقول الحين احنا دام بلشنا بعطله الصيف جميع المدارس في اجازه والكل عطل، من الاشياء اللي تصير الازدحام في المطارات وزياده مشاكلها. نشوف وايد من الناس اللي معاهم ياهال، طبعا هذه مو مشكله ان الياهال موجودين، بس المشكله تصير خلينا نقول مثلا اثناء ركوب الطائره، ان في ياهال يعني يطقون الكراسي، في ياهال يصرخون الطياره، يعني انا مسافره على اساس ان انا اغير جو استانس، فتصير رحله السفر نفسها الطائره متعبه بحد ذاتها. وبنفس الوقت يعني تلاقي الناس يقومون لا ما نبي نسافر بعطله الصيف مع الزحمه، يحاولون ياخذون اجازات قبلها على اساس يتفادون هذه المشاكل. يمكن هذه من الشغلات او ابسط الامور اللي يمر فيها الشخص اللي ممكن يضايقه مثل هالامور هذه اللي تصير على الطياره، وتحصل مثل ما ذكرتي الأطفال أو الإزعاج، أو مثلا إحنا ما نتكلم عن الطفل كطفل، والطفل يعني يكون له تعامل خاص، ولكن الإدارة من يعني أبو أمه أن في نشوف بهات يهملون عيالهم، صحيح. يخليه يسوي اللي يبي، يمر بالممرات، يأذي الناس، يزعجهم، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة. صحيح نعم. ومثل ما ذكرت اللي هو الأهل لما يهدون عيالهم، مو بس إنه في المطار يعني في الطيارة نفسها، حتى لما في سير الجناط تشوفهم يركضون على الجنطة، أو إنه إذا تحرك السير يبدون يقعدون فيه، فهذا المنظر بحد ذاته إنه يوتر، لأنه في البداية هذا جهاز ممكن الطفل يتأذى، ممكن إنه يصير فيه شيء. بنفس الوقت ممتلكاتي يعني الطفل ينطبق الجنطة، يعني شو يصير؟ هذا كان في جنطة حتى إنه هو مكانه خاطئ بالتأكيد. احنا طبعا نتمنى إجازة سعيدة لجميع المسافرين، وأيضا إجازة سعيدة للي موجودين في الكويت يقضونها مع أهلهم، سواء شاليه أو سواء في فندق أو أي كان المكان اللي يختارون يقضون فيه الإجازة. خلونا الحين نطلع معاكم فاصل ونرجع نتعرف على ضيفة فقرتنا الأولى. الاتيكيت والبروتوكول ولقاء مع المدربة شيماء لدويلة. فقرة الخط العربي مع شيماء العازمي. فن تصميم الجرافيك ولقاء مع المصممة مريم العيسى. فقرة العلاج الطبيعي مع الدكتور عزيز الفيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذه الفقرة راح نتكلم عن أدوات الخط العربي. أكثر شيء يميز الخط العربي هي الأدوات، وبالطبع هذا اللي يجمل هذا الفن الجميل. الأدوات الخط العربي مو مقصورة على بعض الأدوات، الأدوات متنوعة، ممكن نستخدم أدوات كثيرة لكتابة الخط العربي، منها الأدوات والأقلام الكلاسيكية المعروفة مثل أقلام القصب أو قلم البوص اللي يكون مصنوع من الأخشاب الطبيعية. أنواع الأقصاب كثيرة متنوعة، منها أقلام الجاوي، أيضا مثل قلم الطومار مثل هذا القلم، نلاحظ أن حجم رأس القلم جدا كبير. يوجد أيضا أقلام مثل قلم الرزن اللي مصنوع من مادة الرزن أو المعروفة أنها هي البلاستيك.
أيضا أقلام الحديد أو المعدن، وتسمى أيضا بالسلاية اللي ممكن إحنا نغير رأس القلم. ممكن أيضا أن إحنا نستخدم الأقلام المعروفة الموجودة في كل المكتبات مثل أقلام الخط العربي، وأيضا بعض الأقلام مثل أقلام الماركر الموجودة أيضا نقدر نستخدمها، أو أقلام الرسامين مثل الماركر اللي يستخدمونه في الرسم وفي التلوين. هذا بالنسبة للأقلام. بالنسبة للأحبار اللي نكتب فيها هذه الأقلام، توجد أحبار خاصة بالخط العربي، منها أحبار مصنوعة بشكل طبيعي، ومنها أحبار مصنوعة من مواد مثل الأكريليك أو القواش أو غيرها. بالنسبة للأحبار المستخدمة في الكتابة، توجد أحبار خاصة بالخط العربي، وهي أحبار بعضها مصنوع بشكل طبيعي، وفي أحبار مصنوعة من بعض المواد مثل الأكريليك مثل ألوان القواش، ممكن نستخدمها في الكتابة. الأحبار عندما نستخدمها نحتاج أن احنا نحطها في حاوية أو إناء، فنستخدم مثل هذا الإناء اللي يسمى بالمحبرة. المحبرة عادة تكون مثل هذا الإناء، ممكن يكون من زجاج، ممكن يكون من بلاستيك، المهم أنه يكون مثل حاوية وصغير عشان يسهل علينا حملة. طبعاً عشان نستخدم المحبرة ونعد المحبرة، نستخدم خيوط مصنوعة من الحرير تسمى بالليقة. هذه بالنسبة للمحبرة. بالنسبة للأوراق المستخدمة في فن الخط العربي، توجد نوعية أوراق نقدر نستخدمها في الكتابات مثل هذه الورقة، تسمى هذه الورقة بالورق المصقول، هو يتشابه مع الأوراق العادية، لكن الاختلاف يكون أن سطح الورقة ناعم. سبب النعومة أنه يساعدنا في كتابة الحروف بشكل صحيح. النوع الثاني من الأوراق هو الورق المقهر، وهذا النوع من الأوراق اللي نستخدمه في الكتابات الكلاسيكية. النوع الأخير اللي يكون مرسوم بفن معروف، ممكن فن الإبرو، ممكن إحنا نصمم لوحات ونكتب على هذا النوع من الأوراق. باختصار هذه الأدوات المستخدمة في فن الخط العربي. نشوفكم إن شاء الله في فقرة قادمة. شكرا لكم. هذه فقرة الخط العربي مع شيماء، جدا استمتعنا بهذه الفقرة. حابين نرحب بضيفتنا الأولى في الأتيكيت والبروتوكول، معنا شيماء الدويلة. طبعا احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا. مشكورين، ما قصرتوا على هالاستضافة الجميلة. شكرا لك ونتشرف فيك. طبعا شيماء، احنا لما نتكلم عن موضوع مثل الأتيكيت والبروتوكول، فهو يمكن دايركت يروح على طريقة الأكل أو الطعام. صح. يعني اللي يسمع اتيكيت يقول والله لا تاكل بالقفشة والستشين والأمور هذه، لكن الاتيكيت تضح أنه هو يدخل في كثير من الأمور، إذا ما كان 99% من حياتنا تعتمد على الاتيكيت. فنبي في البداية تعطينا كذي بصورة مبسطة شنو هو الاتيكيت. يعني للأسف المشاع أن الاتيكيت بس فقط شوكة وستشين، لكن بالصدق هو الاتيكيت بحر. الاتيكيت له عدة تعريف، ما له تعريف محدد. لما نقول اتيكيت يطر علينا شنو؟ أول شيء الذوق العام أو ذوقي أنا، وحسن تصرفي في المواقف الحرجة، وهي السلوكيات الاجتماعية الصحيحة، فن التعامل مع الآخرين. طبعاً، وقبل لا أتعامل مع الآخرين شلون أنا أسقل نفسي حتى أتعامل مع الآخرين. البعض ممكن يقول يعطي بس توجيهات الآخرين وهو ما يبدأ بنفسه. لا، الإتيكيت أنا أبدأ بنفسي أولاً، أحترم نفسي أول عشان أنا أقدر أحترم اللي قدامي. يعني الإتيكيت هو السلوكيات الصحيحة، شلون ان انا اقدر اتعامل مع الاخرين، الذكاء، الجمال، الاناقه، البساطه، هو كله يندرج تحت مسمى الاتيكيت. طبعا الاتيكيت هو بحر. انا افضل ان هذه ماده ان احنا ندرسها في المدارس، لان كلمه اتيكيت الذوق في وايد عده مجالات. يعني ممكن اقول شلون انا باكل، شلون اني انا اتصرف في موقف محرج، اتكلم، او شلون اني اتكلم او اتحدث، حتى الاشارات او البادي لانجوج هم هذه لازم ان انا شلون اقدر احافظ على اناقتي وصورتي قدام الناس. نعم، طبعا احنا قاعد نشوف ان نقدر نقول ممكن في الفتره اللي طافت، مو الحين، ان لما نشوف ان شخص يتصرف بطريقه غير عن البعض، يعني مثل ما ذكرتي باتيكيت ولا طريقته الخاصه، يبتدي الشخص يضحك عليه انه يعني اتيكيت يعني شيء كذي.
فأنت كشيماء شنو اللي خلاك تتجهين لهذا المجال؟ ليش اخترتي هذا الشيء؟ بالبداية هو ثقافة، فلازم أن نخليها تنتشر على الأقل في المجتمع، نبدأ بنفسنا. أنا أول شيء حبيت المجال الإتيكيت، كان بالنسبة لي مثل هواية، فقلت لازم أسقلها. سافرت لندن، حصلت على أول شهادة تدريب معتمد من أفضل جامعة هناك في الإتيكيت، وعلى يد ويليام هانسون اللي هو رقم واحد بالإتيكيت في بريطانيا. هذه الدورة ما يعطونك إياها شهادة بس أن أحضر محاضرات، لا، لازم أكون اجتست اختبار عملي واختبار اللي هو نظري. لما المتدرب يجتاز هذا الاختبار هنا يكون مخول انه يكون هو مدرب اتيكيت في هذا المجال. طبعا الاختبار العملي سووا لي عده اختبارات، اختبار نظري تقريبا ساعتين كتابه، مو اختياري ولا شيء. فهني قدرت ان انا اتحدى نفسي ان على الاقل انا اخذ مثل لايسن، حتى لما يتكلم يعني كهواية أنا حب هالمجال إنه يكون على الأقل عندي شهادة. فهذا اللي خلاني. شو اللي خلاك؟ شنو الشغف يعني؟ شو اللي خلاك روحي رحت إلى لندن وأخذت الدورة هذه؟ يعني أنت مثلاً كنت مثقفة نفسك، صح، وكنتي هاوية، صح، الموضوع هذا، صح، بحثتي عنه، يمكن أخذيت يمكن بعض الأمور أو بحثتي عن طريق محركات البحث موجودة في الإنترنت، يعني لكن صح. شنو اللي خلى شيماء تسافر وتروح تعنى لندن وتأخذ دورة؟ يعني لما بالبداية مثل هواية كان عندي انستغرام، قمت أنزل بوستات، فصرت صار في تفاعل، صار عندي إن الناس فعلاً حب هالمجال، فقلت يا ريت إنه ينتشر، لأن في البعض سلوكيات ينقلها سلوكيات غير صحيحة للأسف في المجتمع، فمثل اللي هو زيادة وعي أو زيادة ثقافة، فقلت خل أنا يعني أصقل هذه الشيء أو أصقل تجربتي إنه يكون عندي مرجع معين إن أنا أقدر أرجع له أو شهادة معتمدة يعني. وغير الشهادات اللي أنا خذيتها بالكويت، قلت بالعكس لازم يكون عندي جامعة مختصة إن على يد الخبراء الإتيكيت إن يعطوني هذه الشهادة. وقتها كنت داخلة في مجال التدريب ولا بعد؟ لا بعد. قبل الدورة؟ بعد. لا في بلا يعني بالأطفال. كان عندك ورش كذي؟ يعني خفيف على بشكل يعني مو. مخفف، ما هو نقول مكثف. إيه نعم. بعد الدورة هذه اللي أخذتيها في لندن بديتي تعطين بشكل أكثر شوية بروفيشنال. طبعا احنا مثل ما ذكرتي ان الاتيكيت يعني يدخل في مجالات كبيره، فاحنا بما ان سولفنا عن السفر حابين نتعرف عن الاشياء الشخص لازم او المسافر ما يسويها اثناء السفر. طبعا بما ان الذروه الحين وكل الناس بتسافر هالثلاث اشهر اجازه وكذي، بالبداية أنا شلون أكون مسافر أنيق؟ قبل لا أروح المطار شنو لازم يترتب علي إن أنا كمسافر إني أنا أذهب؟ أولاً الجواز، يعني مو معقول أنا أروح المطار وآخر شيء ناسي الجواز ومعي أسرتي أو شيء. الإجراءات الصحيحة تبعها، الفيزا، الحقائب ما تكون يعني ماخذة معي أدوات ممنوعة، يعني لازم يكون عندي ثقافة معينة إن أنا ما أخذ من سوائل أو أشياء ممنوع أني أنا أركبها الطيارة. في بعض يأخذ كيلوات زيادة، ممكن أنه ما يخلي له مجال يشتري شيء وهو يراد، يعني أنه يتفاجأ فيبطل جنطة يحط هدوم وكان الجنطة الثانية، أو أنه يسوي ربكة بالمطار ويخرب نظام معين. لا، كل هذه لازم أنا أخذ بعين الاعتبار قبل اللي أنا أروح المطار. طبعاً إذا وصلت المطار لازم ألتزم بالنظام العام بالمطار. أول شيء وأهم شيء إني أنا ألتزم بالدور أو بالطابور أو في النظام المعين. لما يقولون طابور ما يبي له شيء، أهم شيء إني أنا ألتزم بالمسافات الشخصية بيني وبين الشخص اللي قدامي. شلون إني أنا أوقف الطابور بشكل أنيق، ما أتعدى مكان أحد أو دور أحد. إذا وقفت عند الخط أوقف بعده أو أنتظر لما يعطوني الإشارة أني أنا أتفضل وأروح الجوازات أو أروح الكاونتر. يعني هذه الأشياء لازم أحطها بعين الاعتبار بحيث أني أنا أكون شخص أنيق. ممتاز. هذه الأشياء كلها اللي ذكرتيها شيماء، هل هي تدخل من ضمن الإتيكيت؟ طبعا، لأن الإتيكيت هو حسن السلوك وحسن التصرف في كل مكان. فشلون إذا كان بالمطار، يعني المطار في مكان عام، المطار مطار مكان عام وفي مختلف الثقافات مختلف الجنسيات، يعني قبل لا أنا أسافر لازم إني أنا أعطي صورة جيدة لي كشخص وجيدة إني أنا أمثل بلدي. وكل شخص يعكس طبعاً نفسه أو يعكس طبعاً مثلاً طبعاً شنو شخصه أو معدنه. إذن نسولف هم شيء ما عن الطيارة، قبل شوي سألتها قبل لا يعني تدخلين ويانا على الهواء،
سألتها عن شنو أكثر شيء ضايقك بالطيارة، يعني سلوك المسافرين الموجودين في الطيارة، شنو أكثر شيء ممكن يأذيك أو يزعجك في الطيارة؟ يعني ممكن إنه إذا كان إنسان يأخر دور أحد أو يقف لمدة طويلة وورا ناس ينطرونه، فهو يعني يحط الشنطة بالكابينة بطريقة بطيئة، يعرق المرور أو ينادي طاقم الطائرة يسألهم أسئلة، ممكن إنه يعني ما يساعد نفسه، يعني ممكن إن أنا ممكن أساعد نفسي أو إني أستعين بطاقم الطيارة إذا كان الأمر جدا جدي أو جدا مهم يعني. فأنا أكثر شيء يزعجني بالطيارة إذا كان الإنسان غير مسؤول داخل الطائرة، يعني ما يراعي شعور اللي حواليه، لازم إني أنا أراعي شعور المسافرين اللي معي. وإذا كانوا يا أطفال؟ الأطفال، يعني أنا عندي نقطة بالنسبة للأطفال، ممكن يعني الناس يرتبكون أو يخافون إذا شافوا طفل داخل الطيارة. من حق الأم تأخذ أطفالها، هني الدور على الأم، الأم شلون تتصرف لما تودي أو تسفر عيالها معها. بالبداية ما يصير إن أنا أودي طفلي الطائرة قبل لا أنا أشيك على نظافته الشخصية، مرتاح ولا مو مرتاح، على الأقل ألهي بشغل مثل قصة، آيباد، ألوان، أي شيء ممكن إني أنا ألهي طفلي، حيث ما يكون مصدر أو عنصر إزعاج بالطيارة. هني كله على الأم أو على الأسرة اللي راح تاخذ الطفل، هذا نمبر ون. هني بعد أنا أقول للمسافرين إنه هو مكان محدد، مكان محدد، ساعات، مو فترة معينة، فترة معينة، فشوية نكون مرنين، مو يعني نتذمر، لأن صارت موضوع الطفل وايد الناس يزعجهم بشكل مبالغ. انا يعني بالنسبه لي لا، ممكن ان احنا نكون مرنين، ان الطفل ما يبكي الا لما يكون فعلا شيء مضايقه، يعني ممكن او محتاج شيء يبي شيء. احنا يعني نتكلم مو على الطفل، ما نحاسب الطفل، لكن صح اذا بنحاسب نحاسب مثلا ولي امره، امه، ابوه، هو اللي يلبي رغبته او يلبي مثلا طلباته. صحيح، يعني الطفل ممكن يبكي بضغط الطائره او شيء، فهني ممكن ان حتى الام تستعين، يعني تكون محضره كذا كل هالامور قبل لا تصعد طفل الطائره. نعم، والامانه الحين ذكرت بعد موقف صراحه اللي يزعجني غير المواقف اللي ذكرتها لك، لما تكوني مختاره كرسي الطائره، انا مثلا عند الدريشه ويكون في احد اوريدي قاعد هناك، فانت راضيه تحاولين تفهمين الشخص انه ها والله انا حجزت، تعبت وانا احجز الكرسي، فجيت سويته كذي، فهذه صراحه من المشاكل ممكن تواجه. البعض يستعير بنفسه فما يسال طاقم الطائره، ممكن عارف ان انا خلاص عارف مكاني وعارف المقعد اللي انا بقعد فيه، فيروح يقعد، طبعا غير صحيح. اذا كان مو متاكد من رقم المقعد انه هو هذا مكانه الصحيح، يستعير طاقم الطائره انه يسالهم. نعم، عشان لا يكون محرج. نعم، طبعا اكيد احنا في بعد بعض الحالات اللي يعتبرون فيهم فوبيا من الطيران بحد ذاته، فلما يكونون موجودين في الطائره فكيف يتعامل مع، يعني يتعامل مع الشخص يعني ويحاول انه يهدئ منه ويساعده؟ طبعا اللي فيه فوبيا الطياره او رعب وقت الإقلاع وقت الهبوط، يعني أنا أنصحها قبل لا يصعد الطيارة على الأقل يبلغ طاقم الطائرة إن أنا وقت الهبوط أو وقت الإقلاع ممكن إني أنا أكون خايفة أو إن في فوبيا، على الأقل يبلغ طاقم الطيارة، لأن البعض يكون صدق فعلا مريض، فيحتاج إنه يستعين بطاقم الطيارة على الأقل يساعدونه أو يكون تحت السيطرة، يعني يطمنون عليه وقت الهبوط أو يهدونه حتى عشان ما يزعج بعد اللي يمه. هو بس فترة دقائق، أكثر الناس اللي عندهم فوبيا الطيران وقت المطبات الهوائية، وقت الهبوط ووقت الإقلاع، فإنه يبلغ طاقم الطائرة قبل، يعني يعطيهم فكرة. ممتاز. طاقم الطائرة اللي ذكرتي، طبعا بالتأكيد هناك نقول فن للتعامل مع هذا الطاقم اللي قاعد يتعب طوال فترة الرحلة وواقف على ريلة عشان يوفر الراحة حق المسافرين، ناهيك عن أنه هو مثلا يكون رايح رحلة وراد من رحلة بنفس اليوم. فخلنا نتكلم شوي عن فن التعامل مع الموظفين. نقطة جدا مهمة أن أنا لما أطلب من طاقم الطائرة ما آمر، أطلب بأدب، في عندي كلمات ذهبية لازم نستعين فيها، من فضلك ولو سمحت، وبالأخير لما يعطيني الخدمة، سواء خدمة يعني بيعطيني شيء أو خدمة حتى لو خدني بأي شيء كان، أقول له شكرا، يعني أتشكر منه، أبين له الامتنان، لأن طاقم الطائرة يعتبر هو اللي عنده الكنترول للطيارة، فأنا لازم أتعامل معه بسلوكيات
وثقافة عالية أو أناقة. يعني لما أطلب منه لازم أختصر، هذا بالبداية، يعني ممكن أن ما أطول وأنا أطلب والله أبي كذي وكذي وكذي وقصة طويلة، هو عنده وقت معين وعنده مهام معينة، فأنا لازم لما أطلب أطلب باختصار، ولما أطلب منه أطلب بأدب. البعض يكون شوية جاف، ف يعني مو من الذوق ان انا اكون جاف مع طاقم الطائره. صحيح، وبنفس الوقت لازم الشخص يعني يكون عارف انه ممكن الموظف نفسه يكون مر بموقف مضايق تعبان من الرحله، يمكن في منهم حتى نفس الرحله يعني توهم واصلين يردون مره ثانيه رحله ثانيه، فلازم يصير موضوع انه تعاون مع الموظفين مهما كان، يعني حتى لو كان شوي ممكن موظف متنفس انا ما ارد عليه بنرفزه، لازم صح. يصير في مراعاه لوظيفتهم حتى. طيب في مواقف تصير في طائرة من بينها اللي هو لما يصير توزيع الأكل ونبتدي نشوف إن الكل يعني ما شاء الله معنا ماكلين قبل نركب الطيارة، بس أكل الطيارة غير، فنشوف طريقة تعامل الناس في الأكل، حتى لما يعطون الموظف بقايا الأكل بعد الانتهاء، شلون تردين على هذه الطريقة؟ اولا يعني اللي عنده مثلا حساسيه من نوع معين لازم يبين وقت ما يحجز، يبين ان انا شنو الاطعمه المناسبه لي، لان البعض ممكن انه ما يعجبه الاكل المقدم له فيبدي اعتراضه، لا طبعا مو من طاقم العمل، ممكن الطائره ممكن انه يكون عندهم وجبات محدده، فانا لازم اني اختار من ضمن هذه الوجبات المحدده، الا اذا كان عندي حساسيه او اني ما اكل اطعمه اللحم او دياي، البعض يكون فيجيتيريان وياكل خضروات، اني ابين وقت ما اقص التذكره ان انا ابي هذه الوجبه اللي راح يوفرونها لي، ان جميع شركات الطيران يوفرون هذا النوع من الوجبات. طبعا لما اكل في طبعا اتيكيت معين، هو اتيكيت الاكل، اهم شيء لما اكون انا خلصت من وجبتي إنه ما يكون الشباب مو مرتب مثلا، احاول اني ارتبه قدر المستطاع. ممتاز، كل الشكر لك شيماء الدويل اليوم على تواجدك ويانا، ما نتشرفنا بتواجدك وايضا في الحديث عن اتيكيت المختص، طبعا المخصص في السفر ما يخص السفر. شنو الرساله اللي حابه توصلينها مثلا حق كل شخص مثلا حاب انه هو يسافر في هذه العطله؟ والله اني اقول يلتزم بالسلوكيات الجيده الصحيحه حتى يعكس ثقافته وثقافه بلده، يعامل الكل في مرونه وفي ثقافه وفي بساطه وفي جمال وفي اناقه، حتى يكون مسافر انيق، وطبعا اتمنى لهم رحله سعيده وللكل. دواك الله، كل الشكر لك، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا باللقاء ومعلومات القيمه، وما شاء الله عليك مبين عليك يعني شخصيه يعني راقيه. شكرا. وفعلا في يعني الشخص المناسب في المجال المناسب. شكرا جزيلا استاذ، ما قصرت استاذ، شكرا. وبكذي مشاهدينا احنا بنستكمل معكم باقي فقراتنا، فتابعونا. اليوم راح نتكلم عن إصابات الركبة. قبل لا أتكلم عن إصابات الركبة بعطيكم شرح توضيحي عن محتوى الركبة. فهذه بالنسبة للركبة، احنا قاعد نشوفها من قدام وهذه من وراء. أول شيء في عندنا هنا رباط وراء في صابونة الركبة، بعدين هذه العظمة الفخذ وهذه العظمة التحتية. إذا نفتح الركبة راح تشوف من داخل في شيء يسمونه الرباط الصليبي، ومن تحت في شيء يسمونه الغضروف الهلالي، هذا عشان يعمل كوسادة هوائية وكمرونة حق الركبة. أكبر إصابة تكون بالركبة يا بالرباط الصليبي أو بالغضروف الهلالي، وتكون غالبا مع كرة القدم إذا انعكفت الركبة وواحد صار له طقة فيها. نفس ما تكلمنا بالحلقة السابقة بالحالات الحادة، أول شيء إنه الشخص يصير اموبلايز، انه يكون مرتاح، امدريله، ينحط عليها كمادات بارده فتره معينه وتلف. بعدين الشخص يروح للحوادث لعمل الفحوصات، لازم يتاكدون انه ماكو كسر، واذا احتاج ريني مغناطيسي لتشخيص
الحالة. وقت ما تشخص الحالة، المرحلة الثانية يأخذ مسكنات الألم كمضادات التهاب لتخفيف الألم، أو إذا احتاج ينحط له جبيرة على الركبة إذا كان في إصابة بالرباط. والمرحلة الثالثة يكون التأهيل. التأهيل يعتمد على نبي نخفف الألم عن طريق الأجهزة، سواء بالليزر أو جهاز الكهرباء أو جهاز السونار، بالإضافة إلى تمارين تقوية لعضلات الركبة علشان تصير قوية وتشيل الثقل عن الغضروف الهلالي عشان يلتئم. إذا كانت الإصابة حادة والشخص ما تحسن مع العلاج الطبيعي، المرحلة يكون أن المريض راح يحتاج عملية جراحية لتصليح الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي. بعد العملية، هذا مو الحل الأخير، راح يحتاج تأهيل طبي بعد العملية. فهذا الملخص أن الشخص إذا صار في إصابة للركبة خصوصا بلعب كرة القدم، أنه راح يحتاج علاج دوائي بالإضافة إلى عملية أو غير عملية، بالإضافة إلى التأهيل الطبي أو التأهيل الصحي عشان يرد على نفس ما كان ويرجع يقدر يلعب بعد فترة معينة. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا متواصلين معكم في فقرات برنامجنا شباب قول وفعل. وكل الشكر للدكتور عزيز الفيلي على فقرة العلاج الطبيعي والنصائح الخاصة في العظام. طبعا أرحب باسمي واسمكم بضيفة فقرتنا الثانية، والموضوع راح يكون عن فن تصميم الجرافيك مع مريم طارق العيسى. نمسي عليك بالخير. مساكم الله بالنور يا هلا. طبعا مريم، أكيد في البداية حابين تعرف عنك، وحابين أيضا نعرف يعني سبب اختيارك لهذا المجال. هو أول ما بلشت بهالمجال كانوا الأهل رافضينه، كانوا مو يعني عندهم إن يا تصير مدرسة يا طبيبة يا مهندسة، بس إن أنا أدخل بشيء مو معروف بالمجتمع بذاك الوقت قبل 6 سنوات تقريبا كان مرفوض. فلما قلت حق أبوي إن أنا بصير مصممة جرافيك، قال لي ما يوكلك عيش وما راح تلاقي لك وظيفة. احترمت رأيه يعني بالأخير والدي. لما قلت حق أمي قالت إذا هذا الشيء أنت حابته وتبينه توكل على الله. فدخلت هالمجال الحمد لله. دخلت الكلية؟ دخلت وتخصصت الجامعة الأمريكية عدل. تخصصت في هذا المجال عدل. طيب هل صدق هو يوكل عيش؟ شو نقول حق الوالد؟ خلال السنة الثالثة أثبت كلامه غلط بأني أنا اعتمدت على نفسي ووقفت على ريلي وكلت نفسي العيش اللي أنا احتجته. أول شيء الله يحفظ لك الوالد. يمكن بالتالي في الأمور أو التخصصات هذه مثل ما قلتها في السابق، يعني خلاص في تخصصات معينة وتكون مفروضة من قبل الوالدين بأنهم يشوفونها الأفضل والأنسب لأبنائهم. لكن نقول مع السنوات هذه الحديثة اللي الحين نشوف فيها مثلا تخصصات جديدة ومتطورة موجودة مع تطور العلم، لذلك مجال الجرافيكس أنا يعني أشوفه بمنظوري أنه من يعني المجالات الجدا جميلة والراقية، لأن فيها فن ولها نظرة ولها شغل، وكل متخصص في هذا المجال له بصمته الخاصة فيه. خلينا نتكلم شوي مريم عن بداية أعمالك، متى بديتي فعليا بالعمل بالجرافيك؟ بلشت أول شيء لما صممت الغلاف. هذا أول شغلك؟ أي كان أول تصميم لي اللي هو خارج نطاق الدراسة، فيعني أنا قلت أنه خلاص أنا بشتغل برا الجامعة. فشفت إنه اللي كان يحتاج بذاك الوقت تصميم غلاف تواصل معي قال لي تسوين هالشغلة هذه، قلت له إيه حاضر. وكان هذا أول عمل لي. كتاب إلى من أحبته بعدي بلا تحية مع يوسف جاسم رمضان، وكان البستسلر في الدول الخليج الحمد لله. شنو التفاصيل؟ أدق التفاصيل يعني هذه الموجودة في التصميم. مثلا اذا بنتحكي عن هذا الكتاب، وهو يسمى هذا التصميم البلاك اوت بويتري. مو وايد ناس يعرفونه، انك انت يعني تضبب مكان او انك ما تبين مكان وبعدين يبين شو اسمه. خلي الكتاب ايوه يبين فيه الكلام يعني. يبين فيه الكلام وبعدين انت لما تقرا الكتاب كامل تفهم الكتاب بشكل عام. انا سؤالي قبل التصميم عدل. انت يحتاج منك انت مثلا تعرفين محتوى الكتاب طبعا، يعني شو اللي تحتاجينه، شو التفاصيل اللي انت تحتاجينها عشان تصممين؟
أول شيء أحتاج أفهم وجهة نظر الشخص اللي طالب التصميم، شنو هو اللي يطلبه بالضبط؟ نعم. إذا كان مثلاً تصميم الشعارات، إذا كان مثلاً تصميم إعلانات الشارع أو إعلانات البروشورز وهذا، إذا كان غلاف أحتاج أحد أعرف المحتوى شنو بالضبط وأقرأ جزء من الكتاب على الأقل. هذا هو بشكل عام. حلو، وإحنا قاعدين نشوف الحين بالنسبة لهذا التصميم، شلون استوحيتي هذه الفكرة؟ يعني من وين جالك الإلهام إنك تتجهين لهذا النمط من التصميم؟ بعد البحث أبحث في الأشكال أغلبية الكتب بشكل عام، وأشوف الطرق اللي اتخذوها مصممين من قبل شلون وصلوا حق نتيجة نهائية في تصميم معين، وقريت الكتاب وفي غموض. نعم. فدام إنه في غموض حسيت إن بهالطريقة هذه بهالتصميم هذا راح يبين الغموض. صحيح. ولما تقرين الكتاب أو تقرأ الكتاب راح تشوف الصورة بشكل أوضح. وفعلا صح، يعني اللي يشوف الكتاب يحس إنه في موضوع يعني مو عارفين غامض، فجدا ما شاء الله يعني نقدر نقول نجحتي في اختيار الغلاف بحد ذاته. إيش كثر يحتاج منك وقت إنك تصممين مثل هذه الأشياء أو هذه التصاميم؟ غالبا ما يعني إذا كان كتاب تغليف كتاب أو غلاف كتاب سوري تقريبا شهر. أي. وبالنسبة حق أعمالك، شنو الأعمال اللي أنجزتيها؟ يعني حين إحنا قاعدين نشوف هني في عندنا كفر لكتاب، هل في أشياء ثانية أنجزتيها خلال هذه الفترة؟ أي الحمد لله، يعني من بعد ما بلشت في الغلاف قام يوني طلبات لأني أسوي لهم الشعارات. حلو. شعارات حق شركاتهم أو بالبزنس الخاص لهم، إن كان هوم بزنس أو بزنس كبير ممكن. ومن بعدها قمت أدخل مع الشركات، كنت أتعامل مع شركات بدل ما أتعامل مع أشخاص. وتعاملت مع أكثر من مطعم بالكويت، سويت لهم أكثر من شعار، سويت المنيو، سويت الجدارية نفسها. فالحمد لله يعني لك أعمالك الخاصة اللي يمكن أكثر من هذا المجال. نعم. خلينا نروح على النسخة الثانية والغلاف الثاني حق الكتاب. هني قاعدين نشوف تصميم الكتاب أو مثلا الجلاد اللي هو بالبداية إنه في مستعينة بالتصميم وخلطتي ودمجتي ما بينه وبين الخط العربي. أي نعم، الخط العربي هو شغلة أنا شفتها أو اكتشفتها بنفسي. بس تخلين النسخة كذي بس مخرجنا يأخذ عليها زوم. تمام. تفضل. الخط العربي أنا لقيت نفسي فيه تقريبا من ثاني سنة في الجامعة، فتطرقت للخط العربي عن طريق الدورات مع الخطاطين المعروفين بالكويت، وقمت أتمكن شوي شوي من الخط، من مو كل الخطوط، نقول من خط النسخ والثلث. بس لين الحين أنا ماني متمكنة 100% طبعا. لا الحين قاعدة تطورين في هذا الشيء. ايه طبعا. حلو. فبعدين قلت إن أنا دام إن عندي التصميم ودام عندي خلفية الخط العربي والتصوير، فأدمج هذا كله في مشروع تخرجي اللي كان السنة إضافت، فتمكنت من إني أسوي هذا الكتاب وأدمج فيه هذه الثلاث أشياء. حلو. وبالنسبة لتطويرك لذاتك، شنو الأشياء اللي سويتيها عشان تنمين فيك هذه الموهبة؟ إني ما أستصعب الشيء. إذا شفت شغلة مثلاً صعبة أتمكن منها، ما استصعبها واقول لا خلاص انا ما راح اكمل فيها. راح استمر فيها وراح انجز اللي انا ابي. نعم. وبالنسبه للعملاء اللي تعاملتي معاهم، هل واجهتي معاهم مشكله في نقدر نقول توصيل تصميم معين؟ يعني مثلا انت عندهم هم فكره او نظره وانت كانت لك نظره وطلعت النتيجه في النهايه، هل واجهتك مثل هذه الصعوبات؟ هي اكيد هذه الصعوبات موجودة، بس موجودة ببداية تعاملي مع العميل. إذا كان العميل يبي شيء وبعدين أنا أوجهه لشيء ثاني ما راح يكون إلا برضاه هو. فإذا هو كان راضي راح أستمر معه، إذا ما كان راضي ما عندي مشكلة يروح حق مصمم ثاني يكون يلبي اللي هو يحتاجه بشكل أفضل له. ممتاز. خلينا نتكلم شوي مريم بشكل أدق عن مجال الجرافيك. الجرافيك اليوم هل هو فقط مثلا للكتب وتصميم الكتب ونقول مثلا المنيوهات اللوجوات إن كانت في هناك مثلا جرافيك خاص في الإعلام، خاص في مثلا فيديوهات، خاص في أفلام، هالأمور هذه الجرافيك يعني أريد تعطينا عنها معلومة متكاملة. المجالات هذه في عندك الجرافيكس هو تقدر تقول الأم، بس من تحتها عندك الجرافيكس بالإعلانات، عندك الجرافيك في المطاعم،
في عندك الجرافيك بالشعارات بس، في عندك الجرافيك اللي هو يكون بالفيديوهات والتصوير، وهم في الانيميشن اللي هو يكون ممكن يكون كرتون او اي شيء ثاني. فكل شخص وهو يعني اللي حاب يكمل بهالمجال هذا او هالمجال بتخصصه. شنو تخصصك اللي اخترتي؟ انا اعلانات فقط حاليا. اعلانات. ما حاولتي ان انت مثلا تجربين في نقول انيميشن؟ في بلا، اكتسبت خبره بسيطه من كل واحد من هذيل. هذه فتقدر تقول بدايه مشواري الدراسي يعلمونا هذا كله، والشخص هو يختار وين هو يبي يكمل فيه، وين ميوله ويستمر فيه. ربي يوفقك ان شاء الله يا مريم. اجمعين ان شاء الله. طيب مريم، اكيد مثل ما احنا عارفين لكل شخص قدوه في اي مجال هو متخصص فيه، فبالنسبه لك من هو الشخص اللي تقتدين فيه في مجال الجرافيكس؟ في مجال الجرافيكس في مصمم ايراني اسمه رزاع عابديني، هو دمج بين الخط العربي والتصميم الجرافيكس، فمن اعمال الخطيه انا استوحي افكاري هم. وبالنسبه لك يعني كونش انت تخصصتي في هذا المجال وحبيتي واستمريتي فيه، هل تحسين الجرافيكس شيء ممكن الشخص يتعلمه ولا هو يكون موهبه موجوده في الشخص نفسه؟ ممكن اثنينهم. ممكن يكون الشخص مولود بهالمجال هذا، يعني انا وانا صغيره مثلا كانت الوالده تيجي تقول لي مريم درسي رياضيات، تعالي واحد زائد واحد كم يساوي؟ ثلاثة. مو موهوبة في هذا الشيء، مثلا أنت لقيتي يعني أي كنت أنا أرسم بالتصميم والرسم. كنت أرسم كتبي كلها مالت المدرسة كلها كان فيها رسم. وأنا صغيرة عرفوا أن أنا مالي بالدراسة وأنا لي بالتصميم أكثر من الأشياء من الثانية العلمية ولا وهذا بالعكس ما هو عيب، يعني اليوم يمكن احنا متفتحين او منفتحين اكثر من السابق، فلازم نعطي فرصه حق ابنائنا وعيالنا لاختيار ما يروهما مناسبا في حياتهم، لنقول انهم يطورون من مقدراتهم في كل المجالات. يعني احنا علينا ان احنا نوجه ننصح، ولكن بالتالي يقع الاختيار على ابنائنا. فرب ان شاء الله يوفقك يا مريم في اختيارك هذا المجال اللي اكيد انت راح تبدعين فيه، وان شاء الله انت مبدعه فيه في بداياتك في نقول مجال التصميم. لكن انا ودي اسولف اكثر عن اللي هو العوامل مثلا اللي اليوم ساعدتك او اللي اليوم كانت من وجده عند مريم وخلتها ان هي تطور من قدراتها. فقط كان هو تخصص جامعي ام كان هناك مثلا دورات ورش عمل حرصتي ان انت تحصلين عليها؟ هو طبعا كان في دورات، اذا الشخص يسعى يدور لهذه الدورات راح يلقى، اذا ما حصل اونلاين ممكن يدخل اونلاين يشوف باليوتيوب ولا يشوف باكثر من برنامج يقدر يبحث. فانا يعني العوامل اللي ساعدتني هي تقدر تقول الاونلاين اكثر من الاشخاص اللي حواليني. بحث شخصي. اي بحثي الشخصي بهالمجال هذا. طب مريم انت قاعده الحين تقولين انه بحث شخصي، فهل تنصحين الشخص انه مثلا يدرس ويتعمق في هذا المجال، ولا انه ممكن انه بحث الشخصي يساعده ويخليه باكر يصير؟ اي نعم. هو حاليا في وايد ناس هاويين، وممكن انا اقول شغلهم وايد افضل من اللي يدرسوا بصراحه. ففي ناس يدخلون بهالمجال وهم ما لهم فيه بس يبون ياخذونها كشهاده، الله يوفقهم يعني طبعا بالاخير. بس في ناس اللي يكون هم هاويين وحابين هالمجال هذا تلاقيهم هم او تلاقونهم هم يروحون ويبحثون فيه زياده. فهذيل تلاقونهم يبدعون اكثر. حلو. احنا طبعا نتكلم عن الموهبه، الموهبه بالتاكيد اذا جت يعني عبر تجربه وحب الشيء راح يتطور وراح يكون في اجتهاد وراح يبرز هذا الشخص ويكون له نقول توقيع الخاص في عمله أو مجاله اللي هو متخصص فيه. هذا الشيء هم على المجالات المختلفة مثل الإعلام، الإخراج، التقديم، ما هو يعني فقط دراسة إلا هو تي موهبة في الشخص نفسه. إذن مريم هم تكلمينا عن نقول طموحك. مريم الحين شو اللي ناوية؟ شنو رؤيتها؟ شنو رؤيتها ونظرتها المستقبلية؟ من بعد التخرج أنا خذيت لي فترة قطعت فيها التصميم. قلت إذا أنا ببلش شغلي لازم أبلش بصورة جديدة بخبرتي أنا، فبلشت هذا الشيء وماني حابة إني أوقف، بالعكس أنا عاجبني المجال ومكملة فيه الحمد لله. بس طموحي حاليا إني أنا أطوره أكثر من بشكل شخصي، يعني أنا أشتغل حاليا في جهة معينة
بس بشكل شخصي حابة أني أطوره أكثر وأكثر عن طريق بحثي أكثر فيه، عن طريق أن أنا أتعامل مع زباين أكثر فيه، وعن طريق مثلا تقدر تقول أني أتعامل مع شركات أكبر وأكبر. ومفكرة أن أنت يكون عندك العمل الخاص فيك مثلا مكتب أو شركة تكون خاصة فيك؟ تقدر تقول هذه النظرة البعيدة شوي، ولكن تبين تصغلين هذه الموهبة من خلال التجارب اللي راح تقومين فيها. طيب مريم، بالنسبة حق الأشياء اللي تستخدمينها في الجرافيكس ديزاينز نفسها، شنو الأشياء اللي تستخدمينها؟ هل في برامج معينة؟ هل في نقدر نقول تبلشين على الورق وبعدين تبلشين تستخدمين الأجهزة؟ شلون الطريقة؟ هو أنا بالنسبة لي لأن موهبتي إيدي، فأنا للحين على الورق والقلم. فإذا أنا مثلا أبي أبلش بتصميم شعار، لازم أفكاري كلها أحطها على الورق عن طريق قلم الرصاص. فقلم الرصاص هو صديقي. نعم. فكل أفكاري أحطها على الورق، ومن بعدها أسوي السكان وأكمل عن طريقها بالكمبيوتر، عن طريق برامج الأدوبي، إلستريتر، الفوتوشوب، الإنديزاين، كل هذه. طيب الحين أنت ذكرتي هذه البرامج، بالنسبة للشخص العادي نقدر نقول اللي ما درس أو اللي قاعد يبحث، حاب تعرف أكثر عن هذه البرامج، ممكن تحثينا شوي أكثر بتفاصيل عن أحسن أو أسهل البرامج اللي ممكن كشخص مبتدئ يبلش استخدامها بالنسبة حق الجرافيك ديزاين؟ اللي ممكن أقوله إن أي شخص حاب يبلش بهالمجال بس ينزل البرنامج. أوكي. البرنامج راح يعني يعطيه الارشادات اللي هو يحتاجها. اذا هو ما يرسم كلش البرنامج راح يساعده، فما راح يستصعب الموضوع كثر ما هو لما ما يسعى له. اذا هو ما نزل البرنامج ولا ما بحث وشاف، راح يستصعب الموضوع، او لما يشوفه عند غيره. يعني اكثر من شخص يشوف انا قاعد اشتغل، يشوف البرنامج، يشوف الرقم هذه كلها، يقول لي معقد. نزل البرنامج. صح هذا الشيء، وجرب حتى انك تتواصل مع اللي عندهم خبره، اكيد راح يفيدونك. ربعك اللي حولك يمكن ما يخلى حولنا احد مثلا من القراب علينا، سواء من العائله او مثلا من اصدقائنا، له خلفيه او له خبره مثلا في مجال التصميم. تنصحين في معاهد معينه لاخذ مثلا دورات في هذا المجال؟ هو الجامعه الامريكيه بين فتره وفتره تفتح دورات. وانا انصح فيها وبشده صراحه، لان الدكاتره اللي عندي اللي انا درست على ايدهم هذيلي يعني علموني اكثر من ما انا احتاج حتى. حلو. وبالنسبه لك يعني مريم، في بدايه مجالك هذا، ومثل ما ذكرتي ان نزل برنامج وراح تشوف الارشادات وتسهلها لك، شنو كان اول برنامج نزلتيه وشنو كانت رده فعلك لما بلشتي الشغل فيه؟ دام يبنى الطاري حق الناس اللي مصدومين من برنامج. اول برنامج كان فوتوشوب. فوتوشوب بس ما نزلته وانا كنت بالجامعه. قبل نزلته وانا كنت بالابتدائي او المتوسط. بالابتدائي احنا بيتنا كلنا كمبيوترات. اي يا الابتدائي يا المتوسط، ما انا اشتغلت على اي، كنت اشوف التوتوريالز شلون يسوون الكتبه هذه بهالطريقه هذه، ولا ادري ان هذا تخصص اصلا. ما عندي اي فكره ان هذا تخصص. صح. فكنت اشوف الكتبه هذه شلون يسوون التصميم لها واسويها واحطها خلفيه بكمبيوتري يعني. عاد فوتوشوب يعتبر بالنسبه للاشخاص يعني من اصعب البرامج، يعني كونت انت مثلا في ادقم وايد. اي صحيح، اي شيء في ادقم وايد، نفس ما ادش الطياره فيها ادقم وايد، السياره فيها اقل صعبونه. صح اكيد. وبالنسبه يعني للامانه دام شاركتي بالتجربه، انا شارك يعني اهم اعطيك تجربتي مع الفوتوشوب، مثل ما ذكرتي صعبه. الحين صار في برامج تعديل، مثلا احنا كنا ننزل فوتوشوب عشان نعدل الصور، اضيف شخص، أشيل شخص، وكان جدا صعب. الحين ما شاء الله التقنيات كثيرة، الأبليكيشنز موجودة وايد، وسهلت على الشخص إنه يعدل مثلا صورة ويسوي دقمة واحدة بورتري، دقمة واحدة تسوي الصورة أبيض وأسود وأنت رايحة. بس أنا للحين أرد على الفوتوشوب. فوتوشوب لأنه هو أساسي ترى بالنسبة حق وايد من الناس اللي هم قاعد يشتغلون مثلا على الصور، على التعديل، على الأمور هذه، يحتاجون مثلا البرامج، حتى لو كان في برامج أحدث منه، لكن بالتالي في إدقم راح يحتاجون هالبرنامج هذا. حلو. مريم، طبعا احنا شرفنا بتواجدك ويانا وبلقائك، وربي ان شاء الله يوفقك في مجالك اللي انت اخترتيه وحبيتي وتخصصتي فيه، وهو تصميم الجرافيكس. رساله حابه توجهينها لكل شخص اليوم هاوي او مثلا في بدايته في هذا المجال؟ الحين اللي توهم متخرجين ممكن هم يواجهون نفس اللي انا واجهته،
ان الاهل يقولون لهم لا تروحون بهالمجال هذا او روحوا لمجال ثاني، انا ما اقول لهم الا روحوا بالمجال اللي انتم حابينه. يعني لا تسمعون كلام احد بهالطريق بهالشغله هذه بالذات. اذا شغله انت حابها استمر فيها، اذا شغله انت مو حابها راح تطلع منها وتدهور. ربي يوفقك ان شاء الله ويبعدك عن كل تدهور في حياتك. بالتاكيد هناك الاجمل والاجمل القادم والنظره المستقبليه الجميله ايضا من خلال الخبرات اللي انت حطتها ببالك والفكره اللي بتوصلي لها، وان شاء الله نسمع عن مكتب خاص فيك يا مريم. كل الشكر لك. طبعا مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم في شباب جول، وفعلا نتمنى تكونون استمتعتوا ويانا. هبة إذا عندك شيء حابة تضيفينا. طبعا الأمانة أنا جدا استمتعت بضيوفنا اليوم، معلومات قيمة وشخصيات ما شاء الله نقدر نقول يعني الشباب بحد ذاته إنه قاعد نشوف بصمتهم وقاعد نشوف إصرارهم في تحقيق أحلامهم. فنتمنى من كل خريجين هالسنة إنه مثل ما ذكرت ضيفتنا مريم تأخذون المجال اللي أنتم حابينه وتتخصصون فيه، وإن شاء الله كل التوفيق لكم. في أمان الله.